دي. طيب معانا عبر الهاتف سيادة السفيرة نوى خضر سفيرة مصر في السنغال، نسألها عن الأجواء هناك في السنغال قبل هذه المواجهة الكبيرة. يا فندم صباح الخير على حضرتك، مشرفة ومنورة. مساء الخير، ميرسي جدا. اهلا بحضرتك، قولي لنا بقى، احنا عايشين هنا طبعا اجواء حماسيه جدا واجواء يعني مونديالية، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونصعد كاس العالم. الاجواء بقى في السنغال بيتناولوا الامور دي ازاي؟ الجماهير عايشه الحاله دي ازاي؟ وبالتاكيد الصحافه والاعلام هناك بيتكلموا ازاي؟ يعني عايشين حاله حماسيه مماثله يعني طبعا، وفي انتظار للمباراه الكبيره، ويعني الناس كلها متابعين المنتخبين، سواء المنتخب المصري في تدريباته مؤخره او المنتخب السنغالي، بنفس الحماس يعني والانتظار. طبعا يا فندم، في سؤال عايز اساله حضرتك في منتهى الاهميه، وهو احنا ان شاء الله المباراتين في وقت متقارب جدا، السبت والثلاثاء، موضوع سفر الجماهير المصريه الى السنغال وهذه الاجراءات هتبقى ميسره وسهله للجميع ولا ممكن يبقى فيها اي صعوبات؟ يعني ان شاء الله هتبقى ميسره، يعني احنا شغالين يعني في التفاصيل وعلى تواصل دائم مع المسؤولين، وهنا يعني بصراحه مش متاخرين وبيسهلوا لنا، بيقدموا لنا كل التسهيلات اللي احنا عايزينها، يعني يعني الامور ميسره ان شاء الله. وطبعا نتمنى يعني ان اكبر عدد من المشجعين يجوا يشجعوا المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. الصحافه هناك بقى في السنغال تتحدث ازاي عن منتخب مصر؟ تتحدث ازاي عن قوه منتخب مصر؟ احنا هنا نتحدث عن قوه المنتخب السنغالي، هم شايفيننا ازاي؟ يعني هم شايفيننا طبعا منتخب، يعني منتخب قوي، وهم يعني ما كانوش مصدقين روحهم من النتيجه اللي حصلت في البطوله الافريقيه، وشايفين ان ده انجاز يعني كان يرفع بالوصول اليه، ومتحفزين للمباراتين اللي جايين، وعارفين ان احنا مصر يعني منتخب ده يستاهل بيه، ان هو بالاضافه لقوته يعني فهو هليقة، وهم نفسهم يعني بيقولوا كده. فلا يعني هم طبعا بتعدي العده، وعارفين ان دي عقبه مش سهله قدامهم يعني. السفيره نوى خضر سفيره مصر في السنغال، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.